وللمزيد تنضم إلينا في الاستوديو نادية البلاسي محللة أسواق مالية. أهلا بك نادية. أهلا. طبعا بما أن تطرقنا طبعا للتوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى عدم اليقين أيضا بشأن الانتخابات الأمريكية ونتائجها، إلى أي مدى أثرت هذه العوامل أو عوامل أخرى على تحركات الأسواق؟ صحيح، يعني أصبح السباق الآن ضيق جدا كمالا وترامب، وكل ما يتقدم ترامب نلاحظ أن حالة عدم اليقين تزداد، وطبعا خصوصا التعريفات الجديدة التي سيحطها على كل من الصين، التاريفز الجديدة التي سيحطها على هذه الأشباه الموصلات التي الشركات الكبرى هي التي تستخدمها أو الجي بي يوز أيضا. فيعني أجندة ترامب ستؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم، لذلك في مخاوف نوعا ما خصوصا على قطاع الذكاء الاصطناعي حين تستخدم هذه كل من الشركات الماجنيفيسنت 7 الجي بي يوز من الصين أو تايوان. التعريفات الجمركية الجديدة ستؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم، وطبعا هاريس ممكن تدعم سترفع الكوربريت تاكس على الشركات، مما أيضا سيؤثر بشكل سلبي على الشركات. فنوعا ما في المخاوف تزداد من هذا النوع. طيب في منطقة اليورو لاحظنا قبل قليل ظهرت البيانات التي أشارت إلى أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو يسجل انكماش للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، ماذا تفسرين هذه البيانات؟ يعني إذا نظرنا إلى مؤشر الداكس فهو يعكس تحركات الأس أم بي 500، وهو لا يزال في منطقة سعودية، ولكن الفوتسي 100 من المملكة المتحدة هو الذي يشهد تذبذبات، ويعني المكاسب تكون جدا محدودة لتحركات الفوتسي. وإذا رأينا اليورو، تحركات اليورو خسر بما يقارب 7% خلال هذه الأسابيع مقابل الدولار الذي طبعا يرتفع في هذه الأونة الأخيرة، خصوصا مع الانتخابات والتوترات الجيوسياسية كونه ملاذ آمن، فطبعا يرتفع في ظل كل هذه العوامل أو الجانب الفندمنتال من الماركت. ولكن إذا رأينا أن النظرة المستقبلية لليورو فباتت ممكن تكون سلبية أكثر ما أنها إيجابية في ظل ارتفاعات الدولار. طيب نادية، بالحديث طبعا عن نتائج الانتخابات الأمريكية، هل تعتقدين بأنها سوف يكون لها أثر مباشر على أسعار الفائدة؟ ممكن طبعا. يقولون أن ترامب لا يريد أسعار سيرفع من التضخم، وذلك سيريد سياسة متشددة أكثر، والآن الأسواق تسعر ذلك أيضا. فلذلك نرى مثلا مكاسب على أسعار الذهب تفوق توقعات، وأصبحت أصبحت أسعار الذهب الآن ظاهرة وستغير من هيكلة الاقتصاد، وخصوصا في الاستقرار الاقتصاد خصوصا من الدول البريكس التي لا تريد هيمنة الدولار. فستشكل هذه العوامل كلها من تقلبات في السوق، نرى ذلك طبعا. ونرى أيضا أن أسعار الذهب ممكن أن تفوق مستويات 2800، والهدف في 2025 سيكون عند 3000 دولار. أنت تتفقين مع هذه التوقعات؟ كان عندي سؤال، أن هناك توقعات من بعض الخبراء أن فعلا نحن مقبلون على مستويات 2800 وفي 2025 3000 دولار، هذه مستويات قياسية جديدة طبعا للذهب. طيب صحيح. بالنسبة أيضا للسيناريو المتوقع للنفط، ما هو السيناريو المتوقع للنفط خاصة مع التقلبات التي يشهدها السوق وفي ظل العوامل التي تحدثنا عنها والتوترات الجيوسياسية؟ طبعا بسبب التوترات الجيوسياسية تعزز نوعا ما من أسعار النفط، ولكن أعتقد الخبر اللي هو الأكبر هو تخفيضات أوبك بلس التي لا نراها أني تايم سون. نرى أن سيكون في ارتفاع النفط، فممكن أن نرى أن مستويات النفط للWTI المستويات التي نراقبها الآن ستكون بحدود 73 و75 وبرنت إلى ما يقارب 80 دولار. إذن نادية البلاسي محللة أسواق مالية، شكرا جزيلا لك. شكرا هند.